هيدا الايفنت كان ايفنت كثير مهم بالنسبه لإلي، لانه انا وباشبيع اعطينا الفرصه لكثير اولاد انه يفرجوا موهبتهم، انه ما يستحوا ويجوا ويغنوا قدام الناس. وكثير في ناس شاركت على الانستا، يعني نزلوا كثير فيديوهات واخذت وقت لنقينا 10، واليوم من العشرة يعني كانوا كلهم بعقده، ومين ما ربح من بيناتهم انا بالنسبه لإلي كلهم كانوا واو. وحتى لو باك تو سكول بس معلي بنفس الوقت فينا يكون عنا هوبي ويكون عنا موهبة ونعمل قصص غير عن الدرس. يعني إخواتي دايما حدي وأنا كتير محظوظة فيهم، وأكيد هن شو ما يكون عندهم أنا دايما رح كون حدهم. تابعوا كل أخباري على لبنان أونلاين.TV. بحبكم كتير، ماريتا الحلاني.